لتسليط الضوء أكثر على ثورة تشرين وآخر مستجداتها، خصوصا ما جرى في بغداد يوم أمس، معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري ضيفا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. يعني مجزرة يوم أمس في بغداد راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و150 جريحا، ما دلالات هذا الهجوم وما الرسائل التي يحملها؟ يعني هم في كل مرة يعني هذا النظام وميليشياته يؤكدون على أن لا حل لهم سوى الحل الأمني، وما هذه التحركات التي يقوم بها بإصدار بيان للمفوضية، إصدار قانون انتخابي جديد، ما هو إلا تسويف وكسب للوقت، ويراهنون على أن هذه التظاهرات من خلال هذه العمليات البطش، خلال عمليات الاغتيال، من خلال عمليات الاختطاف للناشطين، هم يراهنون مع استمرار الوقت بأن الجماهير ستنفض عن ساحات الاعتصام وتنتهي هذه المسألة ويرجع النظام على عادته ومتمسك بكل سلطاته. لكن ما يعني يثبت المتظاهرين وكذلك الشعب العراقي بأنه مصر على تظاهراته، بدليل أن بعد هذه المجزرة التي حدثت أمس يعني انتفض لها العراقيون جميعا وجاءوا إلى ساحات الاعتصام في بغداد وفي المحافظات الجنوبية. انتفض أيضا المتظاهرون في كربلاء وفي مناطق الديوانية وغيرها من المناطق تضامنا مع الضحايا الذين سقطوا في بغداد. هذا يدلل على أن هناك وحدة شعبية وإرادة واحدة أن لا تمر هذه التظاهرات على لا شيء، وهذه ربما ستكون يعني حادثة مفصلية ستغير التظاهرات وستغير الوضع وسترجح كفة المتظاهرين مرة ثانية. هذه رسالة المتظاهرين والثوار بعد حدوث هذه المجزرة، ماذا عن رسالة الجهة المنفذة والذي يبدو أنه ليس عملا عشوائيا أو عفويا كما كان يقال ويروج، إنما هناك عمل منظم، قطع التيار الكهربائي ثم الذهاب بشكل بزي مدني وبسيارات عليها رشاشات وأسلحة ثقيلة جدا تكفي لقتل الآلاف؟ نعم، أنا أؤكد لك بأن هذا الذي حدث هو عبارة عن مؤامرة مبرمة مسبقا لتنفيذها، بدليل يعني أنا لا أقول من نفسي لكن بيان اللجنة المنظمة للتظاهرات ذكرت ذلك بالتفصيل حينما بدأ الهجوم بإحراق البناية المرآة الجراج، نعم، وثم انتقلوا إلى مرحلة إطفاء الأضواء والهجوم على المتظاهرين بالسلاح ومن خلال دخول سيارات. طبعا يعني الشيء العجيب ان يعني اكثر من 5 أو 6 سيارات مدججه بالمسلحين تدخل الى هذه المنطقه، بالرغم من ان هناك حواجز امنيه تابعه للجيش او لقوات. ماذا يعني ذلك؟ هل هناك اشتراك من القوات الحكوميه مع الميليشيات؟ نعم يدلل على ان هناك تواطؤ، بل البيان نفسه بيان اللجنه المنظمه قال إن هذه المؤامرة تثبت بأن الحكومة متورطة مع هذه الميليشيات المفلتة وهم متواطئون في قتل هذه المتظاهرين. مع العلم أن رئيس الحكومة دائما ما يتحدث في السابق بأنه ينبغي يعني حماية المتظاهرين وستقوم القوات الحكومية بحماية المتظاهرين وتأمينهم، مع ذلك هناك قتل بازدياد ووتيرة القتل يزداد أكثر، هل له علاقة ذلك ب وجود قاسم سليماني في العراق؟ يعني أنا فقط أريد أن أعرج على هذا عادل عبد المهدي، لا يعني ليسمع صوتي أو كل أركان هذا النظام لا يظن بأن تقديم استقالته ستعفيه من العقوبات، سيحاكم على كل هذه الجرائم حتى على الجرائم التي جاءت بعد استقالته. ما زال هو الآن هو مسيطر على الحكومة ويدير أعمالها، هو مشترك الآن في هذه الجرائم التي تحدث، وكذلك يعني هذا التصعيد هو متوقع عندما يأتي جنرال أجنبي مصلحة بلاده تقتضي بأنه يتم قمع هذه الانتفاضة لأنها لا تصب في مصلحة إيران، فبالتالي كيف يعني راح يكون رد فعله؟ هو يحاول، ما يجري له علاقة بوجود قاسم سليماني؟ نعم هو يحاول محاكاة كيف أنه تم يعني إنهاء التظاهرات الإيرانية من خلال البطش في 2009 والتظاهرات الأخرى، هو يحاول تكرار التجربة في العراق، لكن ليعلم بأن الشعب العراقي مختلف، هو لا يردع قتل ولا يردع. يعني الشعب العراقي أخي من الثمانينات ولحد الآن هو في حرب
حروب متتالية. هل ستخيف ميليشيات مثل ميليشيات الخزعلي وميليشيات النجباء وغيرها من الميليشيات يعني المجرمة؟ لا تخيف يعني. والنجباء طبعا ذكر البيان العصاب وسرايا الخرساني ويعني تقريبا أكثر من 4-5 ميليشيات هي مشتركة في هذا القتل. شوف يعني ملاحظة أن هناك في هذه الميليشيات قبل هذه التظاهرات كانت في بينتها حساسية وتنافر، الآن هم يجتمعون. لماذا؟ لأن العدو واحد، أصبح عدوهم هو الشعب العراقي، والشعب العراقي رافض لكل هذه الميليشيات، لذلك تجدهم يتحدون في محاربتهم للشعب العراقي. يعني دعني أتوقف هنا عند أمر غاية في الأهمية يتعلق بعقيدة هذه الميليشيات. العقيدة أمر مهم جدا كما تعرف لدى المجموعات المسلحة أو الجيوش. كيف تقوى هذه الميليشيات على الذهاب إلى آلاف المتظاهرين العزل وإطلاق النار عليها بهذا الشكل بغرض القتل المتعمد المميت؟ أخي الكريم، هذه الميليشيات متمرسة على القتل. هل تعلم أخي الكريم منذ أن جاء هذا النظام هذه كان في البداية يسموها فرق موت، وبعدين جاء جيش مهدي، بعدين جت العصائب ومسميات مختلفة، وطبعا باكورة كل هذه الميليشيات هي منظمة بدر. لذلك يعني هذا المسألة القتل هي عمليات القتل هذه تخدم من؟ يعني بالتأكيد هي ليس فقط القتل، إنما هذا الخراب الذي يعاني منه البلد. يعني بشكل بديهي نعرف أنه لا يصب إلا في خدمة إيران. محاولة يعني تفشيل الدولة العراقية، محاولة نشر هذا الخراب في العراق هو مفيد لإيران، لأن إيران لا تتحمل أن يكون بلد قوي في العراق، لا تتحمل أن يكون هناك منافس آخر، لأن العراق هو كان من يقف في وجه مشاريع التوسعية. لذلك يجب أن يبقى على هذا الحال. شكرا جزيلا لك الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو. شكرا لك أستاذ نظير.